ارتفاع مستمر في أسعار الإيجارات والشقق السكنية والعقار وندرة الحصول عليها في ظل العقارات المحدودة في مدينة مأرب، واستغلال ملاك العقارات لارتفاع نسبة الطلب على الشقق السكنية والعقار وقلة العرض، ما جعل الآلاف من المواطنين غير قادرين على العثور على شقق سكنية نتيجة ارتفاع سعرها أو عدم توفرها. اتخاذ القرارات ولكن لم نستطع بالخروج إلى حل نهائي للحد من الارتفاع الجنوني للإيجارات، وذلك لأسباب كانت عديدة، منها ارتفاع أو عدم استقرار العملة، كذلك عدم الاتساع في الرقعة العقارية أو البناء السكني لمحافظة مأرب، حجم محافظة مأرب الصغير الذي استقبل الكم الهائل من النازحين الذي وصل إلى 3 مليون و500. يعيش المواطن في مدينة مأرب في بيئة من الخوف والقلق، تبدأ من رحلة البحث عن سكن لائق وكافي له ولأفراد أسرته، إلى الخوف من رفع المؤجر للإيجارات بحلول العام أو إجباره على الخروج في حال لم يوافق على زيادة، في ظل غياب الرقابة وإهمال السلطات المحلية. استمرار شعور المواطن بعدم الأمان قد يسبب أنه ينتقل للعيش في مناطق نائية بعيدا عن الخدمات، الاستمرار في العيش في حالة نفسية قد يتعرض للمضايقات، للخروج، لأن المستأجر يخرجه كون لم يدفع الإيجار. هذه مشكلة كذلك أو أثر من آثار ارتفاع إيجار العقارات. تعد المساكن وإيجارات العقارات الباهظة في طليعة الأزمات التي أنهكت الأسر اليمنية منذ بداية الحرب، فارتفاع الإيجارات سبب أيضا في تعثر العديد من المشاريع الصغيرة التي تشكل نسبة كبيرة من مصادر الدخل التي تعتمد عليها الكثير من الأسر في محافظة مأرب، في ظل تدهور العملة الوطنية وانقطاع الرواتب الذي بدوره فاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين. المشاكل التي يعانيها المستأجر في مأرب هي مطالبة بدفع مبلغ مقدم للشقة أو للبيت التي يحاول السكن فيها، وثانيا مطالبته بوقت ما بالخروج أو بزيادة رفع الإيجار عليه، هذا ما يؤثر على نفسية النازحين أو الوافدين إلى محافظة مأرب. بات المواطن في مدينة مأرب اليوم إذا ما أراد الحصول على شقة سكنية للعيش لا يستطيع أن يدفع ثمنها بسبب الإيجارات المرتفعة في أسعارها، وذلك بسبب ضعف دور السلطات والتشريعات التي تنظم العلاقات بين المستأجر والمؤجر. لقناة اليمن اليوم، فؤاد المجيدي، محافظة مأرب.